أهلا وسهلا بأحسن المتتبعين، معكم دكتور أسماء حمدوني، طبيبة عامة بمدينة بوشطة. لو هذه الرسالة فقط لواحد الناس متطفلين عندهم مشكل ديال الفضول وعندهم مشكل ديال لي بومانيير، ما قراوهاش للأسف. كيوصلوا الهضرة للناس اللي تنعرف، الأصدقاء ديالي، المعارف ديالي المهمين، ولا لافامي ديالي، باش يقولوا لهم أسماء تدير شروها في تيك توك. الوغ اول حاجه بغيت نقول لكم ان حتى شي واحد ما تيدخل ليا في الخدمه ديالي، هذا بحث كنديرو، لان انا طول لي جوغ ولا فاش كنكونوا في المستعجلات ما تيكون معايا حتى واحد. فاش كتجي عندي واحد السيده اللي مسكينه اون بروستيتوي ولا باغيه وتتبغي تدوز عندي، اولا كتقول لي عتقيني بغيت نتوب ما بغيتش نبقى غدا في هاد الطريق، ما تيكونوش معايا ما فامي وما تيكونوش معايا الاصدقاء ديالي، وانا جو سوي اوبليجي نداويها وما نقولش ليها حشومه من الاول. الحشومه ملي تيجي عندي مثل جنسي كيبغي يدوز عندي، تيبغي يقول لي انا دكتوره بغيت نتوب ما بقيتش باغي هاد الطريق، ولا انا عندي سرطان ولا عندي كذا، خاصني ندوز ليه انا، ما كيدوزوش لي عائلتي، ما كيدوزوش لي صحابي. اوكي، هادي سي اون بارتي دو مون طراباي، جزء من العمل ديالي. دابا الحمد لله كندوز الناس بواحد الثقه في النفس رائعه، لانني ملي تيجي عندي الادمان على الانترنت كنعرف مزيان شنو تندير. تري بيان، حاجه اخرى بغيت نقولها لكم ما يقدروش يقولوها لكم صحابي ولا لا فامي ديالي، ولكن انا عندي الحق وعندي القدره نقولها، حيت انا ما تنحشمش، الاطباء ما تيحشموش، الا حشم الطبيب يقدر يتعاقب، خاصكم تعرفوا هذه النقطه. يعني الا جا الطبيب عنده، انا جا عندي طبيب مريض عنده البواسر، ما يمكنش نقول له انا تنحشم من دوز ليك، وطبيب راجل الا جات عنده مراه عندها نزيف ما يقدرش ما يقلبش لها الوالده ويقول لها انا تنحشم. مريضه الا جات عندها واحد الكونسير دو سان ولا تيومور دو سان، يعني واحد الورم في الثدي، ما يقدرش يقول لي انا تنحشم من دوز ليك، ما عندناش الحق نحشمو. واحد الحاجه نقولها لكم، ملي كتمشي عند شي واحد وكتقول له انا تنشوف اسماء في اللايف في تيك توك، اوتوماتيكمون هاد لا بيرسون كتقول عليك انت انك tu n'es pas quelqu'un de qualité، باسكو لي جون دو كاليتي نون با دو تيك توك سور لور تيليفون بروميرمون. ولو فيت ديال ان الانسان يكون تيجيب الهضره من بلاصه لبلاصه كينقص ليه شويه من الرجوله ديالو، دونك الله يجازيك بخير، اهتم براسك بالصحه ديالك، وحاول تعرف ان الناس صحابي اللي تنعرف ولا لا فامي ديالي ماشي بحالي، هما شعبيين بزاف، هما تيعرفوا غير الفلوس، يعني الحاجه غتدخل لهم فلوس دوي معاهم في التجاره مرحبا، ما غدويش معاهم في شي حاجه اللي كتدخل لهم الفلوس، ما غاديش غادي يعرفوك انك انسان فاشي مقابل غير تيك توك. انا تنخدم وتربح من هادشي اللي تندير، وكنزيد في لا كومبيتونس ديالي. حاول حتى انت تكون عندك خدمه ويكون عندك دي كومبيتونس. مرحبا وسهلا.